السلام عليكم أحبتي في درس جديد في مادة اللغة العربية، مكون الإنشاء، المجال، مجال عالم الفلاحة والصناعة والإنتاج. عنوان درسنا اليوم في درس الإنشاء هو أسلوب الجمع بين الوصف والحكي. أولا أعزائي نتعرف العنوان، ما معنى الوصف وما معنى الحكي؟ سبق لنا وأن رأينا الوصف في الأسدس الأول الدورة الأولى. إذن الوصف عندما نريد أن نصف عاقلا أو غير عاقل، والوصف هنا إذا أردنا أن ننشئ فقرة نصف فيها عاقلا أو غير عاقل علينا أن نراعي الموصوف الرئيس، يعني نبدأ بالموصوف الرئيس. مثلا أريد أن أصف ساعي البريد، إذن هذا هو الموصوف الرئيس، ثم الموصوف الفرعي، شكله، سنه، ملابسه، دراجته، الحقيبة التي يحملها إلى غير ذلك، فهذه كلها موصوفات فرعية. أم أول وصف ما هو؟ هو وسيلة من وسائل التعبير في اللغة. أما الحكي فالحكي هو رواية أو رواية سلسلة من الأحداث قد تكون واقعية أو خيالية، هو ليس سردا. هناك الكثير من الأشخاص يخلطون بين الحكي والسرد، لا، هناك فرق طفيف بينهم. الحكي قلنا هو رواية، رواية سلسلة من الأحداث، يعني قصة قد تكون واقعية أو خيالية. أما السرد فهو الكيفية التي تحكى بها القصة أو الحكاية، يعني مثلا أنا سوف أحكي حكاية، أحكي لكم حكاية، أحكيها سوف أسردها بطريقتي الخاصة، يأتي شخص آخر ويسردها بطريقته هو الخاصة أيضا. يعني هذا هو الفرق الطفيف بين الحكي والسرد. نقرأ النص، تابعوا معي، افتحوا صفحة 193، أسلوب الجمع بين الوصف والحكي. هو هذا النص موجود في على الكتب، كتب اللغة العربية، صفحة 193. نقرأ النص. تقع قريتي على مرتفع من الأرض، أقيمت عليه قباب متلاصقة، سقوفها من الطين، تجملها شرفات ونوافذ ضيقة، تسمح بدخول الهواء والنور إلى قاع البيوت. لم تكن طرقات قريتي واسعة ولا معبدة، إنما هي أزقة ضيقة غير نافذة، تزدحم بالدواب والعربات المجرورة، خاصة يوم السوق. وأهل قريتي يعرفون بعضهم بعضا، شغلهم الشاغل الأرض، يحرثونها ويزرعونها وينتظرون نزول المطر لجني ما زرعوه، ويبقى التعاون والتآزر السمتين المميزتين للسكان، نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، بالإضافة إلى كرمهم وحبهم الناس، فوجوههم لا تغادرها الابتسامة بالرغم من قسوة العيش. فهذا النص هو للكاتب والمؤلف المصري أحمد حسن الزيات من وحي الرسالة. إذن لاحظوا أعزائي الفقرة الأولى، نعيد قراءة الفقرة الأولى فقط. تقع قريتي على مرتفع من الأرض، أقيمت عليه قباب متلاصقة، سقوفها من الطين، تجملها شرفات ونوافذ ضيقة، تسمح بدخول الهواء والنور إلى قاع البيوت. لاحظوا أول ما ابتدأ به الكاتب الموقع، الموقع، موقع قريته، ويصف الموقع هنا، يعني أول ما بدأ به الكاتب هنا هو الوصف،
الوصف وصف لنا موقع قريته، أين تقع؟ على مرتفع من الأرض، أقيمت عليه قباب متلاصقة، أي هنا يعني بها بيوت على شكل قبة، بيوت قباب متلاصقة، سقوفها من الطين. فهو ما زال يصف، أرأيتم؟ قباب متلاصقة، نعت، نعت حقيقي، أرأيتم؟ هنا الوصف يعني هو ما نقرأه، هو ظاهرة من الظواهر التي نراها في الصرف والتحويل والتراكيب. هذا نعت حقيقي يصف لنا القباب، شكل القباب، سقوفها من الطين، رأيتم؟ هذا أيضا وصف. تجملها شرفات ونوافذ ضيقة، ضيقة، إذن وصف، تسمح بدخول الهواء والنور إلى قاع البيوت. ننتقل أعزائي إلى الفقرة الثانية. لم تكن طرقات قريتي واسعة، نعت حقيقي، ولا معبدة، أيضا وصف، إنما هي أزقة ضيقة. هنا جمع الكاتب بين الوصف والحكي، هو يحكي ويصف لنا، ولكن أول ما ابتدأ به هو الوصف، وصف لنا القرية ثم طرقات القرية، وهو يحكي في نفس الوقت. وإنما هي أزقة ضيقة غير نافذة، تزدحم بالدواب والعربات المجرورة، خاصة يوم السوق. أنتم تعلمون أعزائي السوق القرية يأتي سوق أسبوعية، سوق أسبوعية يعني مرة في الأسبوع. وأهل قريتي يعرفون بعضهم بعضا، شغلهم الشاغل الأرض، يحرثونها ويزرعونها. يعني هنا ماذا يفعل أهل القرية؟ يعني هم أحداث يقومون بها، هو يسرد هذه الأحداث أو يحكي لنا عفوا هذه الأحداث، في نفس الوقت يصف أهل القرية، يصف أهل القرية. فهنا الموصوف رئيس القرية، يأتي الموصوف الفرعي، الموصوف الفرعي، قباب، طرقات، نوافذ، شرفات، إلى غير ذلك. أخيرا الفقرة الأخيرة، وأهل قريتي يعرفون بعضهم بعضا، شغلهم الشاغل الأرض، يحرثونها ويزرعونها، الأحداث التي يعملها الفلاح أو الفلاحون بصفة عامة، وينتظرون نزول المطر. لماذا؟ لجني ما زرعوه، ويبقى التعاون والتآزر، يعني والتضامن والتآزر والاتحاد إلى آخره، سمتين يعني الصفتين المميزتين للسكان. نعم، سكان القرية يتصفون بالتعاون والتآزر، نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، بالإضافة إلى كرمهم وحبهم، هم يكرمون الضيف، نعم، وحبهم الناس، فوجوههم لا تغادرها الابتسامة بالرغم من قسوة العيش. أرأيتم أعزائي، هنا تمكن الكاتب من الجمع بين الوصف والحكي، فهو يحكي لنا في نفس الوقت يصف لنا قريته، ويحكي لنا عن الشكل، أين يعني موقعها. أرأيتم، استعمل هنا مرتفع اسم الزمان، ظاهرة من ظواهر الصرف والتحويل، أقيمت عليه قباب متلاصقة، إلى آخره، طرقات قريتي، أهل قريتي، فهذه كلها موصوفات، وهو يصف في نفس الوقت. إذن أو قلنا أعيد، أول ما ابتدأ به الكاتب وصف موقع القرية، شكل القباب، السقوف، شرفات والنوافذ، إلى غير ذلك. ثم وصف أيضا طرقات القرية، هي غير واسعة، غير معبدة، ضيقة، مزدحمة،
وصف يوم السوق خصوصا في يوم السوق إلى غير ذلك. ثم وصف أهل القرية، عفوا وصف أهل القرية، قال عن عملهم، ذكر عملهم، علاقاتهم، أخلاقهم إلى غير ذلك. فاستعمل هنا الكاتب الأساليب التي استعملها عبارة عن جمل فعلية واسمية: تقع، أقيمت، تجملها، تسمح، لم تكن، إنما هي تزدحم إلى غير ذلك. ثم ثانيا استعمل، أو في القسم الثاني استعمل الحكي، يعني أهل القرية حكى عن، خصوصا في الفقرة الأخيرة، العلاقات التي تربطهم فيما بينهم، نعم. ثم العمل عن الزراعة إلى آخره، الأخلاق التي يتصفون بها، التعاون، التآزر، الكرم، حب الناس، والبشاشة، ورغم صعوبة العيش إلى غير ذلك. هنا أيضا استعمل الكاتب الأساليب التالية، هي عبارة عن جمل فعلية وجمل اسمية، مثل كان، يعرفون، شغلهم الشاغل، يحرثون، يزرعون، ينتظرون، وكان التعاون إلى غير ذلك.